الحضور ديالي اولا باش ندعم وباش نهني بدر سلطان، لانه تبارك الله من الفنانه اللي تجمعني معها صداقه من 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 البرنامج ستوديو زام، وتلاقيت معاه عده مرات، وهو كصوت وكحضور وكتربيه ولد الناس الله يعمرها دار بدر السلطان. اذا ما كانش يمكن لي نجي، واخا كنت في المهرجان الدولي ديال الداخله، دخلت عيان شويه، ولكن جيت اليوم باش نحضر معاه. لا مازال ما سمعتها ومازال ما شفت الكليب، حتى نكتشفوا ان شاء الله مجموعين. هي تبقى الاغنيه على الام، واحد العادات ديال الفنانه اللي هضروا على الام، سواء عندنا في المغرب ولا خارج المغرب، ولا واللي معروف منهم هو محمد عبد الوهاب بستي الحبايب. فانا بدوري كنت كتبت واحد جوج ديال الاغاني على الام، سكسكي شو تيتوش تو الموند، لان الحب ديال الام والعلاقه ديالنا مع الام تنتمنى ما تكونش فيها ريتميك، ما تكونش مجهده، تكون عطيها واحد الكوتي ان بو بلاد، وتكون حتى الكليب ديالو مصور في المغرب، ويمكن غادي يبين امهات ولا يبين شي علاقه. تنتمنى ليه، ممكن لا غير تنجح ان شاء الله. ما عندي ما سالو، سي لانتيليجونس، لان واحد العدد دابا ديال الفنانه مغاربه، هاد لي جون من غير الكلمات اللي تكونوا باللهجه المغربيه، الموسيقى ما عندها حتى علاقه بالموسيقى المغربيه، والكليبات تيكونوا مصورين وكاننا جالسين في نيويورك ولا في لندن ولا في فرنسا. ما ساشون بلا دابا السوشيال ميديا او انترنت او يوتيوب تيشوفوا العالم كامل. اذا لا موان دي شوز، الا كانت اغنيه مغربيه تكون غير واحد النكهه مغربيه، نسمعوا غير اما واحد المقام مغربي ولا جمله ديال مغربيه ولا ايقاع مغربي، ولا على الاقل الكليب يكون باين فيه المغرب، باش نعرفوا حتى حنا ببلادنا الحمد لله، ويعرفونا الناس شكون هما حنا. لا اللي تيتجه على برا قليل، لان باش تمشي على برا خصك يكون عندك المويان بزاف والبيدجي كثير. حنا مع الاسف العدد ديال واحد المجموعه ديال الفنانه راه ما عندهمش يفون لوتو برودكسيون. اذا يمكن الا دخلت الموسيقى المغربيه ان بو لاندستري ولي زاندستريال ولي سبونسور، يمكن نبداو نقولوا نديروا شي حوايج ليا كثيره. اما ماشي ما كاينش من غير المغرب، لان كل بلاد عندها السر ديالها وعندها الحلاوه ديالها. حنا في المغرب يفو جوست يفوك ليدي تكون زوينه، ماشي تنوريو المغرب، ماشي ولا بدا نوريو الفولكلور ديال المغرب او الزنقه ولا السوق ولا شي حاجه. راه كاين المغرب راه فيه واحد العداد ديال المسائل، يا دي زوتيل مانيفيك، يا دي بالي، يا دي جون، فهمتيني؟ دونك نقدروا ديك الساعات في ليكريتور ديال السينوبسيس ولا ديال السيناريو نبينوا واحد المغرب كما كل واحد بغى يشوف المغرب ديالو. مي بحال اللي قلتي، راه كاين فنانين كبار من العالم كامل تيجيو يصوروا في المغرب، هادوك تيبغيو ذاك المغرب تراديسيونيل. مي حنا المغرب الحمد لله سي تا ماروك كي فيغ دو سي تراديسيون اي اوفير فيغ لو موند. عندنا اي لا تراديسيون ديالنا اللي حنا تنفتخروا بها، وعندنا لا مودرنيتي بحال الا جالسين في بلد اللي هو عايش في 2020 كوم لو موند انتي. راه شي اللي قلت قبيله، 10 ديال الاغاني و10 ديال المواهب جديده اللي هما ناس اللي تنتلاقى معاهم تنسمع معاهم، وعندهم ان فغي تالون، وما عندهمش لي مويان باش يخدموا. دونك انا غادي نعاونهم باش يخرجوا، كل واحد فيهم غادي نخرج ليه اغنيه ان شاء الله.